يا صباح الفل عليكم، وحلقة جديدة إن شاء الله من مطبخ الحياة، حلقة حلوة. التواصل معانا، الأرقام اللي بتظهر على الشاشة أو عن طريق صفحة الفيسبوك الحياة تي في، كلمونا عينينا ليكم. النهاردة هنعمل إيه؟ النهاردة هنعمل طبعا إحنا النهاردة يوم الأكلات الصحية، بس أنا النهاردة مش هكلمكم عن مرض معين أو عن حاجة معينة، هكلمكم عن ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة. خلينا نبتدي بس الأول بالوصفة الأولانية، وبعد كده هو نتكلم شوية إزاي نرشد الطاقة وإيه هو ترشيد الطاقة أصلاً. أنا هعمل إيه؟ هعمل النهاردة برجر بطريقة صحية، وهعمل عيش للبرجر ده. هبتدي بالعيش، هقول المقادير بتاعته: 200 جرام دقيق، دقيق عادي أبيض، 150 جرام دقيق أسمر، معلقة خميرة كبيرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، معلقتين خل، ودول مهمين جداً، بياض بيضة، لبن خالي الدسم عشان أعجن بيه. الوش بتاعي هعمل صفار بيضة وسمسم، يعني البيضة هقسمها اتنين، البياض في المقادير والصفار هدهن بيه الوش مع السمسم. أول حاجة باجي أعمل إيه؟ هجيب الدقيق بتاعي، هخلط النوعين، بصوا أدي الأسمر وأدي الأبيض، هما مبيبانوش كده قوي لما بيتبل بقى إيه الردة والقمح بيبان، لكن هما نوعين من الدقيق أهم. اهو بصوا اهو ده الاسمر، دايما ندور عن دقيق الحبه الكامله علشان ساعات الاسمر بيبقى ابيض وضايفين له بس رده، انا عايزه الحبه الكامله والجنين بتاع القمح كامل. خلاص، وادي السكر، بسم الله، وادي الخميره، شويه ملح، طبعا ما نكترش اي معجنات او اي عجينه ما ينفعش ملح يبقى كتير فيها، هي رشه. بعد كده اهو ادي هقلبهم، اعمل حفره، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط بياض البيضه واحط شويه من اللبن الدافي، معلقتين الخل بقى بيفرقوا جدا في العجينه دي، ما بحطش اللبن كله طبعا علشان أعرف أتحكم في كمية السائل. اللبن خالي الدسم، بصوا الأول أنا بفركها كده، أخلي البيضة اللي هو البياض يعني يدوب تماما في الدقيق لغاية لما يبقى عامل زي الفليكس كده، زي الرقائق. بعد كده هزود بقى شوية لبن، ممكن تعجني بمية على فكرة، بس اللبن بيدي غنى كده في العجينة. ممكن تحطي نص المقدار لبن ونص مية، وممكن تعمليه كله بمية مش مشكلة، يعني حسب الموجود عندك هنستعمله. خلاص، طبعا لازم بعد ما العجينة تلم معانا زي ما احنا متعودين نعجنها، ده عيش يعني لازم تتعجن كويس لفترة على الأقل 5 دقايق، على الأقل 5 دقايق علشان العجينة تبقى ناعمة وطرية، وعلشان لما تخمر تنفش معايا كويس. ما ينفعش احط العجينة كده، يعني لو كده هو اديني عجنتها ولمت معايا، بس لا ما ينفعش، لازم طبعا. بصوا هي كده خشنة، عمرها ما هتطلع مظبوطة معاكي، العجينة لازم تبقى ناعمة وتدعك كتير. 5 دقايق انا بعجن شوية صغيرين دول عشان اوريكوا الفرق بينها وبين العجينة اللي هي مش معجونة كويس، وفي التخمير برضو هيبقى في فرق. خلاص، لازم تبقى ناعمة طبعا. انا عشان وقت الحلقة مش هقعد عجينها اكتر من كده، هاجي اشتغل بالعجينة الجاهزة عندي. انا عجن عجينة قبل الحلقة وسايبها تخمر، هنوريكو العجينة الجاهزة حالا. هسيبها تخمر ساعة الا ربع، ساعة الا ربع هتخمر معايا العجينة. حلو جدا، خدوا بالكم انا عايز اعمل لكم العيش بتاع البرجر بطريقة سهلة، ويطلع بالظبط شكله زي المحلات، شكله غير ما احنا بنكوره كور كده اهي، غير ما احنا بصوا وهي غامقة علشان دي غامق عندي. انا بقول لكم احنا هنعملها بطريقة مختلفة علشان تطلع بالظبط زي العجينة اللي في المحلات، العيش بتاع المخابز
بتاع البرجر اللي هو في السوبر ماركت كمان مش في المخابز العادية. هقول لكم هنعملها ازاي. البرجر بقطعه بحجم معين، احاول بقى ان انا اعمل العيش ده قرب حجم البرجر. خلاص هجيب القطاعة حجم دوت، قطاعة زي بتاعة البسكوت، قطاعة عادية اهي. اوكي وهنقطع بسم الله السمك بتاع العجينة نص سنتي، ما تزوديش عن كده. طبعا احنا بنشيل ده ونفرده تاني علشان يديني بقيه العجين. هاجي بقى هجيب الصاجه او الصينيه اللي انا هشتغل بيها، هاجي ادهن نقطه زيت فيها لان دي غير لاصقه فمش هتاخد زيت كتير. ممكن تحطي ورق زبده، دي بنفردها تاني ونقطعها من اول وجديد، ما بنسيبهاش كده. خلاص هاجي بصوا بقى، لو انت هتعملي البرجر رفيع هنرفعه قوي، هنعمل ثلاثة فوق بعض عشان يبقى دبل برجر اهي. لو هتعملي تخين هنعمل اتنين. خلينا نعمل الثلاثة النهاردة عشان اوريكم شكلها بيطلع ازاي. الولاد بيحبوها جدا بالشكل ده. خلاص هاجي بعد كده بساوي طبعا العيش فوق بعضه، وهجيب البيضة بتاعتي بدهنهم بيها. بصوا بقى صفار البيضة ده احنا عملناه قبل الحلقة، فالصفار عمل طبقة قشرة كده على الوش. انا اتخلص من القشرة دي ازاي؟ هحط نقطة زيت، وعلشان كده بقول لكم لما احنا بنشيل الصفار في الفريزر، يعني ساعات بيبقى الوصفة فيها بياض كتير والصفار بيبقى في زيادة فبشيله في الفريزر. الصفار بالذات لازم 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 ارش عليه يا ملح يا سكر عشان ما يعمليش البلورات والقشرة اللي فوق على الوش دي، لكن البياض بيتشال عادي في الفريزر من غير اي حاجة. خلاص انا كده حطيت لها زيت علشان الوقت بس، وبدهن الوش. وهحط رشة من السمسم بسيطة، وبدخلها على فرن 200 يكون سخن ودقايق، واروح منزلها الفرن ل 180، يعني 5 دقايق وانزل الفرن 180، ادخله على حرارة 200 وبعد 5 دقايق انزله ل 180. اهو الفرن سخن، وبسيبه لغايه لما ينفش وياخد لون حلو. الفرن مشغلاه من تحت. هروح دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني. استنوا